تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة، وسنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية الجماعية منها والفردية. كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع أحداث واستحقاقات رياضية للأندية العراقية، ومنها نادي النفط الرياضي الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأندية العربية للأبطال. من بين المحطات الأخرى لهذا اليوم ستكون لنا لقاءات رياضية مختلفة ووقفات مع بطولات وأخبار رياضية منوعة. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، انطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية المختلفة، ونبدأها مع وصول وفد فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى العاصمة بغداد يوم الاثنين المصادف السادس من هذا الشهر، وذلك لملاقاة فريق القوى الجوية العراقي يوم الأربعاء المقبل على ملعب كربلاء الدولي ضمن ذهاب مباريات الدور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال. وسيخوض القوى الجوية لقاء الإياب مع اتحاد العاصمة الجزائري في 9 من شهر أيلول المقبل في الجزائر. من جهته سمى الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيمي كويتي لقيادة مباراة الذهاب بين الفريقين، ويتألف الطاقم الكويتي من علي محمد حسن حكم ساحة، ويساعده يعقوب هلال عبد الله وعلي حسين طالب وعباس حمزة حكما رابعا. هذه المرة إلى نادي الطلبة مشاهدينا الكرام، حيث حدد نادي الطلبة موعد تقديم جهازه التدريبي لوسائل الإعلام ومناقشة خططه للموسم المقبل. وذكر المكتب الإعلامي للنادي إن المؤتمر الإعلامي لتقديم الجهاز التدريبي والإداري سيكون في فندق بغداد لمناقشته حول الاستراتيجية المستقبلية للموسم المقبل. تجدر الإشارة إلى أن نادي الطلبة تعاقد مع المدرب يحيى علوان لقيادة فريقه الكروي في الموسم المقبل خلفا للمستقيل حكيم شاكر. مشاهدينا الكرام متواصلين، سنبقى مع أخبار الكرة المحلية، حيث قررت لجنة فحص اللاعبين والتي تقوم بتدقيق المستمسكات الرسمية للاعبين قررت تأجيل دوريات الناشئين والشباب للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بسبب أعمار اللاعبين غير الصحيحة. وقال عضو لجنة فحص اللاعبين إن الأندية المشاركة مصرة على تقديم لاعبين بأعمار غير صحيحة وبمستمسكات غير أصولية، إذ وصل العدد إلى 622 لاعبا مزورا حتى هذه اللحظة. وأضاف يجب على جميع المدربين الحضور لسحب الكشوفات لتغييرها بلاعبين جدد، وفي حال بقاء الأندية وإصرارها على هذا العمل الغير حضاري فإن اللجنة سترفع كتابا إلى الاتحاد العراقي على تأجيل الدوري إلى إشعار آخر أو إلغاؤه. طبعا يعني خلينا نتصور، كنا يعني وصل العدد لاعبين أصحاب المستمسكات يعني غير الأصولية في دوريات يعني الناشئين والشباب، وصل التزوير إلى 622 لاعبا مزورا. يعني طبعا هاي إلى هذه اللحظة كيف ولا وقدوتهم بالتزوير للأسف الشديد المنتخبات الوطنية للفئة العمرية، بدءا من فضيحة منتخب الناشئين إلى الشباب يعني وربما وصولا حتى إلى الأولمبي. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤخرا إعفاء المدير الإداري لمنتخب الناشئين علي وهيب من منصبه، وجاء هذا القرار على خلفية فضيحة منتخب الناشئين في مطار بغداد
والتي على إثرها احتجز ضباط أمن المطار 13 لاعبا لثبوت التلاعب بأعمارهم، إذ كانوا ضمن القائمة النهائية للمنتخب الذي يستعد للمغادرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة ببطولة غرب آسيا. وهنا يعني يجب الوقوف ويجب النظر لتبعات قضية التزوير على مستقبل كرتنا. يعني من جهة أخرى من المعيب أن يعني يصبح العراق في دائرة الشك في نظر العالم. مشاهدينا، هذه وقفة وقراءة حول الموضوع، وخلينا نتابع. حيرة صدمة منتخب الناشئين المزور، وتلك الفوضى العارمة في اتحاد كرة القدم لا غرابة فيها، وبعد أن تمرغت سمعة العراق الرياضية إذا لم نقل في مفاصل أخرى، وتم نشر غسيلنا في الصحف العربية والعالمية، أيام مضت والسلطات إلى الآن لم تتخذ أي إجراء قانوني أو حتى احترازي للحد من هذا الموضوع، وكأن الحكومة لا يعنيها أمر الفضيحة. ولطالما كانت العلاقة المتوترة بين وزارة الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة في أوج أزمتها، وكل ما تتعرض له اللعبة، ألا يستحق أن يترجل السادة المسؤولون عن كبريائهم لأداء واجباتهم الحقيقية والتحقق والاستفسار من الجوازات العامة واتحاد كرة القدم لبحث تفاصيل الإساءة والعمل على بحث المشاركات في المحافل الإقليمية والقارية لدرء ما يتناوله الإعلام المحلي والعربي والعالمي من تشويه لسمعة العراق الرياضية؟ وفي ذات الوقت اتخذت اللجنة الأولمبية منهجا في دورتها الثالثة الحالية، وهو سياسة غض النظر والتغاضي عن جميع الأمور التي تهم الرياضة العراقية. وبرغم هول المصائب التي واجهتها كرة القدم على صعيد الانتخابات والشبهات الكثيرة، لم تزل هناك قضايا أخرى في الطريق. ولم يسأل حامي عرينها في الملاعب سابقا نفسه ما علاقة الأولمبية باتحاد الكرة إذن؟ ودون ذلك، هل تبقى قيمة للارتباط في ظل نأي الأولمبية عن مست طرف الاتحاد حتى بكلمة عفوا نحن هنا؟ هكذا يجب أن ننظر لتبعات قضية التزوير على مستقبل رياضتنا بصورة عامة وكرة القدم خاصة. وهل من الممكن إنشاء مكتب تنسيقي بين الجهات المختصة وتدقيق إصدارات الجوازات والتحقق من الأعمار الحقيقية للاعبين في سياق إداري بعيدا عن الفوضى العارمة التي نمر بها؟ مشاهدينا، من بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة هو نادي النفط الرياضي. بالتأكيد كان وراء هذا التميز عمل جماعي منظم، بدءا من مدير فني مجتهد وطموح إلى مساعدين كفؤين إلى لاعبين مثابرين، وصولا إلى إدارة قريبة ومتعاونة. وبما أن نادي النفط يستعد للدخول في مشاركة خارجية مهمة جدا للفريق ضمن بطولة الأندية العربية للأبطال، ارتئينا اليوم أن نتواجد مع نادي النفط الكروي لتسليط الضوء على هذا النادي الذي يعتبر أيضا منافسا قويا وعنيدا للفرق الجماهيرية في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، لنتعرف على وضع الفريق الحالي وتحضيراته الحالية للمهمة الخارجية، وما هي آخر المستجدات على الأصعدة كافة الإدارية الفنية وكذلك اللاعبين، وحتى المشاكل المالية التي تحيط بالنادي، فضلا عن أهم المتغيرات التي طرأت على مستوى ونتائج هذا الفريق في الموسم الكروي المنصرم. فالبداية كانت مشاهدين الكرام مع الأستاذ كاظم محمد سلطان، عضو اتحاد الكرة سابقا ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي، لكي نستمع لإجاباته حول استفساراتنا هذه. خليكم ويانا.
ضائقة مالية احنا في نادي النفط، وهاي ما حد يعرفها، يقول لك نادي النفط مدللين، احنا موازنتنا قل من الأندية الجماهيرية وقل من الأندية، اكو أندية الميناء يعني اكو أندية احنا اقل منها، يعني الشرطة الزوراء الجوي احنا اقل منها، موازنتنا كلش قليلة، واحنا ما بين ثاني مكرر يعني بعد الجوية، احنا اربعة الجوية 84 واحنا 84 بالدوري كرة القدم، هاي السنة الثانية، والسلة هاي صار سنتين احنا بطل دوري، ودعمنا كلش قليل، ما يوازي الانجازات اللي ده نحصلها. السيد معالي الوزير داعمنا بشكل جيد، خلف الله عليه، وأستاذ محتصم بكاكو ناس بالشركة الرعية دا تعرقل الأمور ودا تعرقل مسيرة النادي، وهذا يبين علينا، لأن احنا هالسنة ما استقطبنا، أولا هاي صار لنا 3 سنين احنا بدون محترفين، هاي أول نادي بالعراق بدون محترفين، إضافة إلى أن ماكو ما لا صار عندنا معسكر تدريبي إعداد للبطولة، وبطولة عربية بطولة مهمة بطولة مستوى عالي، ودنا نلعب باسم العراق، إحنا ما دنا نلعب باسم بس نادي النفط، باسم العراق، وإحنا ممثلين وزارة النفط، يعني باكر عقب العالم من تسمع نادي النفط الأم هو النادي المركزي اللي يمثل العراق بالبطولة العربية والآسيوية، الأمور المالية مالته مو زينة، ما يصير هذا. فأنا أعرج على معالي السيد الوزير أنه يشوف شارة لهاي الشركة الراعية، وحتى لو نحول من الشركة الراعية إلى غير شركة هم ما عندنا مانع، حتى لو نبقى هيجي بدون شركة راعية. تعتقد اليوم انه استعدادكم مثالي للبطوله العربيه بحكم هذه الازمه الماليه اللي تمرون بها؟ لا والله لا مثالي ولا هذا، وعملنا يعني عملنا عمل ذاتي، لا عندنا معسكر ولا تهيئنا بشكل جيد، لان هاي بطوله مهمه، ويعني كان اعدادنا فقير جدا. رايك بالدوري الماضي، يعني تعتقد انه استحقاقكم هو المركز الثالث، ايضا في نفس الوقت انتم بديتوا يعني بدايه شويه متذبذبه، بينما في نهايه الدوره او المرحله الثانيه كنتوا افضل فريق في الدوري. احنا العام ثاني، يعني قاب قوسين اودنا انهم اخذين الدوري. الاصابات اللي لحقتنا بدايه الدوري، اولا 7 لاعبين اساسيين طلعوا من عندنا، ما هذا خلخل شويه، لحقنا نعيد البيت النفطي بين الإصابات بين التنقل بين هذا، رجعنا إلى وضعنا وصعدنا، وإحنا 84 قوة جوية 84 بس الزوراء 87، فهذا يدل أنه فريقنا جيد جدا، ورجعنا الفريق بدون استقطاب لا محترفين عندنا ولا عندنا أسماء، اللي لامعة صارت في المنتخب الوطني والأولمبي اللي بالنفط هو إنجاز نادي النفط، وليس إنجاز جبنا لاعبين جاهزين من المنتخب وجبناه، هم لاعبين نادي النفط وبرزوا صاروا لاعبين منتخب وطني وأولمبي. الموسم الماضي معاناتنا ما كان عندنا معانات، بدت الأزمة بنهاية الدوري ما شوية أثر علينا، بس يعني كنا رايحين يعني ماخذين دوري، بس الإصابات عندنا، كان أيمن كسرت رجله بالكف وسوت العملية تركيا، ومازن كسرت رجله هم بالكف وسوت العملية هم تركيا، وإحنا داعمين لاعبين المصاب، إحنا نعالجه، عايشين بيت واحد يعني أهل عائلة، نتابع أهلهم، نتابع تشوف هساني أروح لهم للبيوت، وعلاقاته ويا أهلهم ويا أمهاتهم ويا أبهاتهم علاقة أبوية، واللاعبين هسا أكو لاعبين لو تطيهم مليارات ما يغادرون النفط، ولهذا أنه إحنا ما يعتبرون هم لاعبين على مود الأجور، وهذا حتى واحد يقول لي ساد انا وقع على بياض واتخلي الارقام، اي هذا اللي يعني اتصلوا بهم بعض الانديه قالوا ما نطلع،
منعوا في نادي النصر. تعاقدتوا مع لاعبين جدد؟ والله ما تعاقدنا، بس فرحان شكور. هو طلب ان يجي نادي النصر واستقطبناه وجبناه ووقعناه. عندنا لاعبين اثنين كنا منطينهم اعاره للكهرباء وللديوانيه، رجعوا لنا اثنين لاعبين فقط، ما جبنا احد. ما طلع منكم اي لاعب؟ لحد الان احنا طلعنا، مو طلعنا، المدرب قال عندي اربع لاعبين، اثنين انطاهم اعاره واثنين انطا واحد لبغداد وواحد نادي الصناعات، اعطيناهم واستغنى، بس هم غيرهم عاد. رأي آخر، سيات أحمد مجددا وجها لوجه أمام نور صبري، سيات يتقدم، سيات وجول. أولى شرارات المباراة تنطلق من النفط هذه المرة، سيات أحمد يسجل أول الأهداف من ركلة جزاء يضعها على يسار الحارس نور صبري، وأول أهداف اللقاء. النفط يتقدم بأولى الأهداف، يضرب بأولى الأهداف، والأنيق من معاناة إلى معاناة. البداية في الدقائق العشرة الأولى، زياد أحمد يتقدم ويضعها، ونور صبري ارتمى عليها ولكنها كانت بعيدة. جمهورنا الرياضي، سنبقى في النادي النفطي لمعرفة كل ما يخص الأمور الإدارية والفنية لهذا الفريق الكروي. فمن بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة هو الكابتن حسن أحمد، المدير الفني لنادي النفط الرياضي، الذي التقيناه وحاورناه حول التحضيرات الأخيرة وسير العمل مع الفريق واستراتيجية الجهاز الفني للدخول في بطولة الأندية العربية للأبطال. بالتأكيد هي بطولة ليست بالسهلة قياسا بتواجد أندية كبيرة عربية. طبعا كذلك من خلال لقائنا مع الكابتن حسن أحمد طرحنا عليه ما يخص نادي النفط في الدوري المحلي وما لاحظناه في الموسم الماضي من تباين نوعا ما في الأداء والنتائج قياسا بالموسم ما قبل الأخير، فضلا عن الجاهزية والاستقرار بشكل عام، وهل هنالك تفاؤل بإمكانات الفريق الفنية للظهور بمستوى فني مقنع طبعا ومستوى فني جيد في هذه البطولة. الشاطر حسن أحمد في الوقفة التالية، خلينا نتابع. من انتهى الدوري سوينا اعداد سريع يعني للفريق، طينا فترة استشفاء ثلاثة أيام راحة سلبية، وبدينا فترة استشفاء أربعة أيام. بدينا نعد للفريق، ابتدي الفريق وصل إلى مستوى لياقي جيد من الدوري انتهى، لكن استنزافك وبعد استنزافك وتعب، بدينا نراعي هاي الأمور، يعني نريح بعض اللاعبين بالتدريب، لاعبين خليهم يسوون تمارين استشفاء. سوينا مباراتين تجريبية، يعني كان عندنا معسكر في اسطنبول، لغى المعسكر لأن تدياكو يعني أموال ما موجودة الآن، يعني ما صار في موازنة النادي، فسوينا لعبتين تجريبية مع الجوية، هاي بعدها نسافر إلى أربيل لخوض المنافسة مع الفريق الصفاقس. فريق الصفاقس الكل يعني منه من الفرق الجيدة، يمتلك عدة عناصر، لاعبين محترفين، وفريق يسعى إلى تحقيق لقب البطولة. يعني تدي أنت لقب البطولة يحصل على 6 ملايين دولار، يعني أكيد هم هاي الفرق محترفة، عندها لاعبين محترفين يسعون إلى يعني حصد الجائزة، لأن يعني جائزة مالية كبيرة تعتبر. فإحنا الحمد لله فريق صح ما يمتلك خبرة، يعني عندنا خبرة محلية، لكن إحنا ممثلين الآن عن البلد، اللاعبين أمام مسؤولية الكادر التدريبي، راح نقدم مباراة إن شاء الله تليق بسمعة العراق. والمهم إحنا المباراة الأولى ما يدخل هدف علينا في سبيل نقدر نتحكم بالمباراة الثانية. والله المعوقات يمكن أنت تعرف، يمكن ثلاث لاعبين التحقوا بالأولمبية لعبوا المباراتين مع إيران، رجعوا لنا اثنين مصابين، تدي ترهاق يعني بعد المباراة بعد الدوري انتهى ويجي يلعب مباراة تنافسية دولية، أكيد الأحمال والشدد تكون كبيرة على اللاعب. انصابوا اثنين الحمد لله الآن رجع بدأوا يستشفون. عندنا المعوق الثاني أنه مباراة المنتخب الوطني وفلسطين، عندنا خمس لاعبين، لكن احنا الحمد لله يعني نفضل مصلحة البلد على المصلحة الشخصية، بعثنا اللاعبين وإن شاء الله يرجعونا، يعني ما عندنا إصابة، المهم ما عندهم إصابة، نقدر خمسة أيام ندخلهم بأجواء الفريق لاستقبال الفريق التونسي وإن شاء الله تحقيق نتيجة إيجابية. كا
كابتن حسن، في بداية الدوري كان فريقك متذبذب شوية، لكن في المرحلة الثانية هو أفضل فريق في الدوري، الأسباب؟ والله تعرف الساطع، أنت العام شاهدت أنه طلعوا من عندك ست لاعبين مؤثرين اللي هو أيمن حسين، بعدها رجع وراء نص الدوري، رجع عندك حسام كاظم، عمار كاظم، عندك مصطفى جودة، هذول اللاعب علي ياسين، وعندك انصابوا لاعبين، مازن فياض انصاب، قاسم زيدان انصاب، علي قاسم انصاب، علي سعد انصاب، يعني هذول بتعدى، وصار عندنا 10 لاعبين نقص بالتشكيله، فبدت النتائج تعادلات اكثر من الفوز، يعني عندنا خساره واحده المرحله الاولى، خسرنا مع الصناعات الكهربائيه، يعني كانت مفاجاه. المرحله الثانيه بدا الفريق يتكامل وبدا اللاعبين يجهزون اكثر، قدرنا نحقق يعني لقب المرحله الثانيه، احنا كنقاط جبنا علامات الفوز تقريبا 15 فوز عندنا، وثلاث تعادلات وخساره واحده مع الكهرباء، لولا الخسارتين مع الكهرباء صناعات كان احنا لقب الدوري كان لنا. الحمد لله يعني احنا وصلنا بالاخير انه تعادلنا بالنقاط احنا والجويه 78 88 88، لكن فارق الاهداف هم اكثر من عندنا بثلاث اهداف، اخذوا المركز الثاني. احنا انا اعتقد الثاني المكرر بين هاي الفرق انه جويه، شرطه، زوراء، يعني هاي الفرق الجماهيري، فرق المحافظات، انا اعتقد جيد جدا كنتيجه بعد ما انت يعني مريت بظروف غير طبيعيه، لكن قدرنا نقاومها وقدرنا نرجع ونحصل المركز الثالث. احنا تعرف احنا بالنسبه لنادي النفط يعني نادي غير جماهيري، مهما تضخ له اموال، مهما تجيب له لاعبين، لكن يبقى بعيد عن المنافسه. احنا صح يعني يمكن جهود جبار، احنا العام نافسنا على الدوري وكان محتفظين بالصداره من تقريبا من بدايه نص المرحله الاولى، تقريبا قبل 4 لعبات احنا مصدرين الدوري كنا، لكن تدي دخلت بعض الظروف وبعض المحسوبيات لبعض الفرق، انه فرق المنافس مالتنا قام ياجلوا له مباريات واحنا يلعبونا، وبعدين احنا ياجلونا وهم يلعبوا، صارت خربطه، صارت فيها تلاعب بالنتائج، لان تدري بنهايه الدوري اكو فرق قام تعطي الفرق الاخر، لان تدري بعد هي بقت بالدوري فتنطي وتجامل او فقدت الهدف، نقول هدف فقدته بعد ما تلعب. فانا اقول يعني النادي يحتاج الى قاعده جماهيريه حتى لو مو كبيره، لكن تدي انت اللاعب الان، انت اللاعب النفط، انت كيف تحفز؟ مثل الممثل اللي ينزل على خشبه المسرح وما يلقي جمهور، ما راح يكون عنده الدافعيه انه يبرز مواهبه، بس لكن انت من يشجعوه وجمهور متواجد اكيد راح يبدع وراح يكون يعني امام مسؤوليه كبيره، لان يعني الجمهور راح يتابع اللاعبين وهذا. فانا اقول نتمنى انه الان اصبح عندنا جمهور، بس جمهور بدون يعني نظام، يعني ما عندنا رابطه وهذا تقود، لكن عندنا محبين، لان يعني العراق كله يقول نادي النفط افضل فريق يقدم كره قدم. لاعبين النفط الان اصبحوا 6-7 منتخب الوطني، و4-5 منتخب اولمبي، و3 بالشباب، خرجنا محمد داوود، ايمن حسين، مازن فياض، وليد كريم، محمد داوود، عندك بسام اللاعب الشاب الصغير، بسام شاكر، كلهم لاعبين جيدين، برزنا رعد فينر اللي جانا من درجه ثانيه، هو هذا العمل مالتنا، احنا نجيب نتائج ونبرز لاعبين ونضخ للمنتخبات، والحمد لله بدنا نحقق نتائج ايجابيه. بثلاث نقاط ثمينه تبقي الفارق حتى يكمل الجويه مباريات يريد الانتصار. نعم النفط لونه اخضر قابل للاشتعال في مدرجات الشعب. حسام بالكرة الماضية ايمن يحسمها ينجع معه في حرص اول اهداف المباراة. نعم النفط يتقدم 1-0 1-0 للنفط. شوف كرة حسام في الكرة. مشاهدينا الكرام متواصلين معكم ومع فريق النفط الكروي،
يعني الذي يستعد لهذه المشاركة هي مشاركة كبيرة واستحقاق خارجي مهم في مسيرته الكروية، كونه يعني ممثلا رئيسا عن الكرة العراقية في مشاركته هذه. سنسلط الضوء هذه المرة على لاعبي الفريق الكروي للوقوف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية والنفسية، وهل هنالك استقرار تام بالتحضير قبل المشاركة في هذه المهمة الخارجية المقبلة لتمثيل الكرة العراقية بصورة يعني مشرفة؟ إجابات لاعبي نادي النفط في الوقفة التالية، خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فريق الصفاقس من فرق الجيدة، يمكن هو الترتيب الرابع على الدوري التونسي، هو خاض عدة بطولات سابقة، بطولات أفريقية، بطولات الأفريقية تختلف عن بطولات الآسيوية، يعني يمكن هو فريقين متلجة بالنجوم، هم وفريق الترجي، فريق يمكن يمتلك 6 لاعبين منتخب وطني إلى 9 لاعبين محترفين، احنا ما عندنا أي لاعبين محترفين، ودليل احنا نجحنا بالدوري، يعني احنا الفريق يمكن وحيد بالدوري اللي ما عندنا محترفين، ما عدا لاعبين، اكثر اللاعبين شباب، لكن حصلنا على المركز الثالث وكنا فرق اهداف على المركز الثاني. احنا كان بصراحه كان عندنا معسكر باسطنبول، لكن اللغه تعرف الظرف اللي مر به البلد والتقشف به الوزارات، التقينا انه نخوض مباراتين تجريبيه امام القوى الجويه. هذا بصراحه احنا كلاعبين ما نلبي طموحنا، احنا طموحنا كان يعني مباراه على مستوى عالي، احنا على اسطنبول مباراه على مع فرق يمكن ايرانيه وفرق سعوديه، لكن قلت لك ان ظرف البلد انه حال انه تاجيل المعسكر، فيعني بصراحه احنا هاي البطوله يمكن اول بطوله نشارك بها فريق النفط. احنا فريق يمكن ما يمتلك اي محترف، هم يمكن يمتلكون 9 لاعبين محترفين، لكن هذا مو عذر، احنا نريد نترك بصمه، احنا نمثل البلد، احنا فريق قوي جويه، نترك بصمه بهاي البطوله وان شاء الله نكون عند حسن الجميع ان شاء الله. صراحه يعني احنا لو تشوف اغلب الفرق يمتلك لاعبين على مستوى عالي، احنا اغلب فريقنا لاعبين شباب، قلت لك انه ما عندنا لاعبين محترفين، لكن احنا يمكن اقل فريق بالدوري على اهداف، احنا افضل خط دفاع بالدوري، احنا يمكن فريق صعب، يعني كل الفرق اللي جاريناها كان نحس صعوبه بالنسبه لفريقنا، احنا طموحنا بصراحه كان يعني مباراه بعد مباراه كان يزيد، كان احنا طموحنا انه لقب الدوري، لكن تعرف في المباريات الاخيره يمكن صار بيها شويه يعني التعادلات، خسارتين تعرضنا، انه التقينا ناخذ المركز الثالث، فالحمد لله انه هذا يعني احنا كاداره وكادر تربيه راضين على هذا المركز الحمد لله. شلون تجري استعداداتكم للبطوله العربيه خصوصا انتم خصم قوي اللي هو صفاقس التونسي؟ يعني استعداداتنا جيده الحمد لله والشكر، يعني قلت لك عدينا مع الكادر التدريبي وكادرنا جيد، يعني حضرنا كل شيء، يعني من تكتيك المباراه القادمه جاي نطبقها بهاي المباراه، كان عندنا مباراه مع نادي القوه الجويه، تكتيك انطبق يعني على ضوء مباراتنا ضد الصفاقسي، وتكتيك الفريق جاي يمشي على هذا الضوء، وهسه الحمد لله والشكر جاي نمر يعني شلون تقول تهيئة تدريب، يعني أجواء جيدة الحمد لله والشكر، اللاعبين كلهم جاهزين، ما عندنا أي إصابات، ما عندنا أي خلل، والخير في مختار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق النفط هذا الموسم والمواسم المضى الثلاثة قد مستوى طيب، خاصة بقبل المحافظة على المربع أو ثاني ثالث رابع، بالنسبة للاستعدادات البطولة العربية استعدادات جيدة، إن شاء الله عازمين على تحقيق نتيجة طيبة أمام الصفاقس التونسي، وإن شاء الله عازمين على 3 نقاط. مشاهدينا بالتأكيد يعني نطمح ونتمنى أن نشاهد كرة قدم حقيقية تليق بالكرة العراقية وبالعمق والمستوى الفني للمسابقة، ونطمح يعني أيضا من لاعبي فريق النفط أبناء الشاطر حسن أحمد تقديم مستوى فنيا رفيعا يعكس مستوى جاهزيتهم لهذه المسابقة، من جهة أخرى يثبت وجودهم وحقيتهم في اللعب ضمن بطولة كبيرة مثل
بطولة الأندية العربية للأبطال. جمهورنا الرياضي سنبقى في نادي النفط بكرة القدم في محورنا يعني هذا المخصص لمتابعة الفريق ومعرفة جاهزية يعني جوانب عدة لا سيما الإدارية والوضع الفني العام لهذا النادي وكل ما يخص التحضير للمشاركة في البطولة العربية. بطبيعة الحال لابد من تداخل الدوري العراقي في هذه التغطية، وما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور فريق النفط في الموسم الأخير بمستوى مغاير نوعا ما عن الموسم ما قبل الأخير ضمن مشاركته في منافسات الدوري الكروي؟ هذه المواضيع وأخرى طرحناها على مشرف الفريق مشتاق كاظم، تعالوا الآن نستمع ونتابع ماذا قال. بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة العربية بطولة هاي بطولة تختلف عن جميع البطولات، بطولة صعبة يعني حتى نظامها صعب، 6 لاعبين محترفين يلعبون داخل الساحة، هاي بأي بطولة ما صارت. كل هذا والإعداد مالنا إعداد فقير، احنا كان عندنا معسكر بتركيا لغة بسبب الضاقة المالية دي يمر بها النادي. الفريق المنافس مالنا فريق الصفاقس يلعب على مستوى عالي، 5 لعبات لعب بطولة الصداقة صارتها بسلطنة عمان. كل هذا ليس مبررات، بس أنا أقول عندنا ثقة بلاعبينا وعندنا ثقة بالكادر التدريبي على مستوى عالي بقيادة الكابتن حسن أحمد وعندنا ثقة بالإدارة. حضرنا برنامج يعني خاص وأسلوب خاص لفريق الصفاقس، يعني شفنا أكثر مباراة حللنا الفريق بشكل عام ويومية محاضرة للاعبين نعودهم، حتى لعبنا ويا الجوية المباراة الأولى لعبنا نفس الأسلوب إحنا نلعب ويا الصفاقس، ويوم السبت نسافر لأربيل نتمنى المباراة الأولى هي ملعب أربيل هي نقول انطلاقة للدور الثاني، لأن هاي اللعبة ملعبنا لازم اللاعبين يكونوا بيومهم، لازم يكون تركيز عالي يعني من الكادر التدريبي او من اللاعبين حتى نقدر نعبر الدور الثاني. كل هذا احنا كان تخطيطنا العام، تعرف احنا ثاني كان تخطيطنا هو الدوري، يعني شوف يعني الطموح قام يزيد، يعني نفط خلال 3 مواسم رابع ثاني وهسه ثاني مكرر، يعني صرنا 3 بالاهداف. تمنينا يعني بس احنا فقدنا نقاط نقول ما كانت في البال، بس هي كرة القدم اللي لازم تؤمن انت كفوز وخسارة وتعادل. احنا مرات جت مباراة احنا يعني ما كنا يعني شلون نقول ضيعنا فرص مو طبيعية او كم لاعب كان عندنا مو بيومه الطبيعي. كل هذا نقول الحمد لله والشكر احنا من نشوف انت اكو فرق عريقة انت وراك وباموال اكثر وجمهور اكثر، هذا يعطيك حافز بانت قاعد تسير بالطريق الصحيح. يعني احنا العام ثاني هالسنة ثاني مكرر، نتمنى تبقى نفس هاي المجموعة، استقرار الكادر التدريبي، استقرار اللاعبين، استقرار الجانب الإداري، كل هذا عوامل نجاح. يعني احنا تمنينا يعني نخطف اللقب، لأن هذا اللقب يعني شيء كثير وزارة النفط أو النادي النفط، لأن هاي الإدارة النموذجية. أنت شوف اليوم السادة جي زرتنا دائما 4-5 قاعدين هاي إداري، هذا يعطي حافز للاعب والمدرب حتى يجتهد. كل هذا نقول الحمد لله احنا راضين على الفريق، بس كان طموحنا أكثر. كل هذا نقول إن شاء الله الموسم القادم نعوض. جمهورنا الرياضي ونحن ننتظر انطلاق الموسم الكروي الجديد، نتطلع جميعا لانطلاق موسم منظم جديد يمحو كل السلبيات السابقة. لذلك سنبقى في نادي النفط بكرة القدم في محورنا الأخير معهم، ولكن هذه المرة بعيدا عن استحقاقهم الخارجي، فكانت وقفتنا عن الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم لمعرفة انطباعاتهم حول آلية الدوري الكروي المنصرم والجدول المضغوط، وما هو رأيهم بمشاركة 20 فريقا في المسابقة، وما هو العدد الأمثل لهذه المنافسة، وهل هم راضين ومقتنعين بعملية وطريقة تنظيم الدوري العراقي بشكل عام؟ خليكم ويانا لنتابع الإجابات. والله هو العدد المثالي للأندية العراقية لازم 16 يكون مثالي جدا، احنا ما نريد نزيد، احنا بالعكس لازم نخلص حتى يكون الفرق مستوى عالي. 16 فريق جيد جدا مستوى الدوري العراقي، ما نريد لا يزيد ولا ينقص، 16 كل زين، هذا هو المثال. يعني والله انا برايي يعني كل الاراء محترمه، هي اكو جماعه في 24 واكو جماعه 20، بس احنا كل سنه يعني ما عندنا نقول تخطيط او تنظيم للمسابقه. شلون يجي التنظيم؟ احنا نقعد بالمؤتمر مشاركين 20 فريق، احنا صح هو الاتحاد مو محني، اكو فرق يعني تلعب مرحله واحده تنسحب بسبب امور يعني ماديه، هاي كلها دي يمر بها البلد. احنا نتمنى لو الدوري يصير 16 فريق يعني، او حتى لو 20 فريق ما يهمني خالد، بس اكون نظام، فريق اللي ينسحب
الفريق اللي ما يجي المباراة، يعني هاي كلها عوامل لازم التوقيتات تصير صحيحة. صح احنا الظروف دي نعيش بها البلد، ظروف صعبة، مظاهرات او وضع الامني كلها تأثر علينا. انا حتى انا دائما يعني اقول المسابقات الله يساعدهم ما يقدرون يخلون برنامج، يعني اربع فرق الجماهيرية تلعب ملعب الشعب، بالتالي تلعب ثلاث فرق، بالصناعة تلعب فريقين، يعني شلون تصير المسابقة؟ يعني حتى هي التراخيص انا اقول هالسنة ما نجحت، حتقول لي شلون اقول عندي اعطيتهم تراخيص هي مو صحيحة، جينا لعبنا بها عشان شوفوا هذا ملعبنا من احسن الملاعب. احنا اليوم التراخيص قالت لا انتم ما عندكم من الجهه الثانيه جمهور، يعني ما عندنا مدرجات، لا شلون لعبنا احنا؟ يعني نقول ما نجيب اسامي يعني غير نادي وغير نادي، اكو طبينا لعبات طبينا ما لقينا حمامات، هذا واقع نحكي يعني ما يزعل مين عندي، خلي واحد يزعل، اكو ملاعب طبينا بها ماكو حمام. احنا تعال شوف هسه المنازع مالتنا شلونها، وهذا احنا شغله التراخيص اعتبرها بالعراق لحد ما نجحت ولا تعطي المعيار الصحيح. اتمنى كل سنه لازم احنا نصحح اخطائنا كمسابقات او كرياضيين، نصحح المسابقه حتى الفريق يمشي. انت حتى المسابقه الدوري اذا هي ناجحه المنتخب مالتك يصير ناجح. نشوف احنا خلصنا الدوري، احنا دخلنا قبل دور عربيه، حتى فريق اللاعب ما اخذ استشفاء، شوف انت اللاعب يروح تعبان من دوري طويل سنه كامله تدخل قبل الدور العربيه، هذا ماكو تخطيط. او ندخل لاسيا، شوف هسه فريق المنافس احنا نلعب وياه صار له شهرين قاعد، خلص الدوري مالته ثلاث اشهر، شلون حيجيك استعداد عالي؟ وهذا كل هذا نتمنى نعالج اخطائنا. جمهورنا الرياضي، دعونا نتوقف مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها من خلال الوقفة التالية وهي فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. حصل توني كروس نجم ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا لهذا العام بعد المستويات التي قدمها برفقة فريقه ومنتخب بلاده. وحصل كروس البالغ من العمر 28 عاما على الجائزة من قبل الصحفيين الرياضيين. وفاز الألماني مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، لكن أمل كروس في المونديال الأخير تلقى ضربة كبيرة بتوديع المانشافت للبطولة. في التنس، توج الألماني ألكساندر زيفيريف بلقب بطولة واشنطن الدولية للتنس للمرة الثانية على التوالي بتغلبه على الأسترالي أليكس ديمينا في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4، ويعد هذا اللقب التاسع له في مسيرته والثالث منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجه في ميونخ الألمانية ومدريد الإسبانية، في حين حل وصيفا في دورتي ميامي الأمريكية وروما الإيطالية. حظى بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان بمعاملة استثنائية منذ انضمامه لصفوف الفريق الفرنسي مطلع الصيف الحالي، وقد وجه بوفون الشكر لزميله الحارس الألماني كيفن تراب بعدما تنازل له عن القميص رقم واحد ليرتديه بوفون مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد. قرر الدولي الألماني المخضرم ماريو غوميز مهاجم شتوتغارت اعتزال اللعب مع المانشافت. يذكر أن غوميز لعب مع المنتخب الألماني 78 مباراة طوال مسيرته، حيث سجل 21 هدفا منذ بدايته مع المنتخب الأول في 2007، وتواجد مع المنتخب في نهائيات مونديال 2018، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات. والآن مشاهدينا الكرام مع منتخبنا الوطني بكرة القدم ومباراته الأخيرة، إذ حقق فيها فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بثلاثية بيضاء في المباراة الودية التي احتضنها ملعب الشهيد فيصل الحسيني في رام الله. سجل أهداف الوطني رعد فنر في الدقيقة 5 ومصطفى ناظم في الدقيقة 34، بينما تكفل البديل محمد شوكان بإحراز الهدف الثالث، في حين أضاع لاعب المنتخب الفلسطيني سامح مرعبة ركلة جزاء احتسبت له في الدقيقة 72، ومنح المدرب باسم قاسم في محطته الأخيرة على رأس الجهاز التدريبي لمنتخبنا الفرصة لمجموعة من اللاعبين على غرار اللاعب الشاب رعد فنر وفرانس بطرس وصفاء هادي لإثبات جدارتهم في اللقاءات الودية. يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا التي ستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى رد الزيارة للجانب الفلسطيني الذي خاض مباراة ودية أمام منتخبنا في إيار الماضي في البصرة وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.
مشاهدينا الآن نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرات صدى رياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. جمهورنا الرياضي متواصلين معكم مع مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية العالمية فيما تبقى لنا من وقت مسموح لهذا اليوم، والتي سنبدأها مع تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بتغلبه على نظيره تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي الدولي. وأسفرت الدقيقة 13 عن هدف التقدم لمانشستر سيتي عندما تهيأت الكرة إلى إغويرو الذي سددها بقوة في الشباك، وازدادت الإثارة في الشوط الثاني من المباراة، ففي الوقت الذي بحث فيه فريق تشيلسي عن التعادل كثف لاعبو مانشستر سيتي من هجماتهم محاولة منهم لمضاعفة النتيجة، وفعلا تحقق لهم ذلك عندما عزز إغويرو تقدم ألمان سيتي بهدف ثان في الدقيقة 58 ليخرج فريق مانشستر سيتي فائزا بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كأس السوبر. مشاهدينا سنبقى مع مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية العالمية، فقد حقق فريق ريال مدريد الإسباني الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليوفنتوس الإيطالي ضمن مواجهة الفريقين ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية تحضيرا للموسم الجديد. وافتتح داني كارفاخال التسجيل ليوفنتوس بالخطأ في مرمى في الدقيقة 12 من المباراة قبل أن ينجح الويلزي غارث بيل في إدراك التعادل للريال في الدقيقة 39. في الشوط الثاني نجح البديل ماركو أسينسيو في التسجيل مبكرا للملكي في الدقيقة 47، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56. بالمقابل فشل اليوفي في تقليص الفارق حتى النهاية، وينتظر ريال مدريد مواجهة ودية أخيرة أمام روما الإيطالي يوم الأربعاء ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية قبل العودة إلى إسبانيا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، لن نبتعد كثيرا، دعونا هذه المرة نذهب إلى إيطاليا حيث ينتظر المشجعون رؤية ماذا سيفعل كريستيانو رونالدو في الملاعب الإيطالية بقميص فريقه الجديد يوفنتوس. لكن البطل البرتغالي قد ترك بصمته بالفعل منذ البداية على الجانب الترويجي في المتاجر الرسمية، إذ لم يعد هنالك قمصان أصلية لليوفي وحتى قمصان الفريق ذات الجودة والتكلفة الأقل، فقد بدأت تنفذ من المتاجر. وأوضح صحيفة توتو سبورت الإيطالية إنه في أقل من شهر باع نادي يوفنتوس حوالي 55 ألف قميص باسم رونالدو، وكان البرتغالي انتقل لليوفي قادما من ريال مدريد في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو. يذكر أن رونالدو وقع على عقد لأربعة مواسم مع السيدة العجوز وبراتب سنوي قيمته 30 مليون يورو بعد 9 مواسم مميزة قضاها مع النادي الملكي. يبدو أننا سنبقى في إيطاليا وتحديدا مع نجوم الكرة، فقد أكد نادي ميلان الإيطالي إلى اقتراب عودة أسطورة الفريق باولو مالديني لتولي منصب إداري في النادي، وتم تعيين المخضرم صاحب 50 عاما مديرا للتنمية الاستراتيجية. وأصدر نادي ميلان بيانا بشأن المدافع السابق، تضمن البيان
تم تعزيز المسار الجديد للنادي نادي ميلان من خلال تعيين باولو مالديني كمدير جديد للتنمية الاستراتيجية في المنطقة الرياضية. وأضاف النادي في بيانه: باولو مالديني هو أسطورة حية في تاريخ النادي، وذلك لصفته الاستثنائية وموهبته الفذة وقيادته وولائه وسجله الناجح، وهذه الصفات ستلعب دورا حاسما في عودة ميلان إلى المكانة التي يستحقها. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وهذه الأخبار العالمية. دعونا هذه المرة ننتقل إلى أخبار رياضية مختصة عن الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، إذ كشف استفتاء لصحيفة ميرور البريطانية عن أكثر الأندية المكروهة من قبل الجماهير بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد. ووفقا للاستفتاء تصدر نادي تشيلسي اللندني قائمة الأندية المكروهة من قبل الجماهير بفارق ضئيل عن فريق مانشستر يونايتد الذي حل ثانيا. وشمل الاستفتاء مشجعي جميع الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم طرح سؤال حول شعور هذه الجماهير اتجاه الأندية المشاركة بالموسم المقبل، وكيف يشعرون اتجاه هذه الأندية بالحب أو الكراهية، أو لا يحملون أي مشاعر للعشرين نادية. وقد حصل فريق تشيلسي على أعلى نسبة، إذ بلغت 68.7%، فيما حصل الشياطين الحمر على نسبة 68.1%، وحل فريق ليفربول ثالثا بنسبة 52.8%، تلاه وستهام رابعا ب 47.6%، وأرسنال خامسا ب 46.2%. وبالنسبة لأكثر الأندية المحبوبة في الدوري الإنجليزي، فقد حصد نادي بيرنلي أكثر الأصوات، ويعود ذلك لمستواه الجيد في الأعوام الأخيرة على الرغم من ضعف ميزانيته وغياب النجوم عن صفوفه. وجاءت النسبة 35.8% من المشجعين الذين قالوا إنهم يحبون الفريق، تلاه نادي بورنموث ثم أندية مانشستر سيتي وفولهام على التوالي. يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم ينطلق في العاشر من هذا الشهر بلقاء مانشستر يونايتد وليستر سيتي. مشاهدينا، وضمن الفترة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية، أعلن نادي إشبيليا الإسباني تعاقده مع المدافع أليكس فيدال لمدة 4 مواسم قادما من نادي برشلونة دون الكشف عن تفاصيل العقد المالية. وكتب النادي على موقعه الرسمي: يسرنا الإعلان عن التعاقد مع أليكس فيدال حتى 2022 بعد الاتفاق مع مسؤولي برشلونة على التفاصيل الخاصة بالتعاقد. وبذلك عاد فيدال البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف إشبيليا، الذي لعب في صفوفه موسم 2014-2015 وشارك في وقتها في 47 مباراة للفريق مسجلا 6 أهداف وصنع 11 هدفا، وساهم في تتويج فريقه ببطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج. مشاهدي الكرام، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم. بالتأكيد أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع. مع السلامة.